بما ان المستشفيات وصلت للحد الاقصى في الاعداد والاصابات بكوفيد 19، الفتره الجايه دي هتبقى فتره الحجر المنزلي والعزل المنزلي، يعني الاصابات الخفيفه والاصابات اللي ما فيش عليها لسه اعراض قبل ظهور الاعراض هيتم حجرها صحيا في المنزل، لان احنا وصلنا للحد الاقصى للاستيعاب في المستشفيات. طب في اجراءات معينه محتاج ان انا اعملها لو انا عندي مصاب في البيت بكوفيد 19 او مشتبه ان هو عنده كوفيد 19 او لا قدر الله وانا جاي لي كوفيد 19 او احد من الاطفال الموجودين في العيله؟ البروتوكولات المتبعه مبدئيا هو ازاي اعرف ان انا ممكن ابقى مشتبه ان عندي كوفيد 19؟ محتاج ان انا الشخص نفسه اشوف عليه اعراض جهاز التنفس العلوي، كحه ناشفه بسيطه مش قادر ياخد نفسه بس نسبه بسيطه، محتاج ان هو يكون عنده ارتفاع طفيف درجات الحراره بتعلى وبتقل، ممكن زوره ممكن يكون محتقن، 25% من الناس بتفقد حاسه التذوق والشم، عظم مكسر، بعض الناس يجي لهم صداع ويجي لهم اسهال. ده الاعراض الوسط. لو عنده الاعراض دي غالبا هيبقى محتاج ان هو يحجب نفسه صحيا بعد ما يكلم الرقم الساخن بتاع اي دوله، في مصر هنا 105. طب اول ما يكلم 105 يعزل نفسه في اوضه، الاوضه دي ليها مواصفات معينه. ايه المواصفات؟ ان هي لازم تكون اوضه جيده التهويه وموجوده جنب حمام، يستحسن لو حمام خاص، لو مش هينفع حمام خاص يبقى الشخص بياخد كل حاجته معاه في الاوضه اللي بيستخدمها في الحمام، يروح الحمام يستخدمها ياخدها معاه تاني، الحمام كله محتاج يتنضف بكلور بعد كده. دي اول حاجه. تاني حاجه محتاج ان محدش يدخل الاوضه، التعامل كله يبقى عن طريق موبايل، مع موبايل جوه وهم بيكلموه في التليفون يقولوا له محتاج ايه، عايز ايه، عايز يتكلم معاهم، عايز يرجع معاهم وهكذا. طيب هل في شخص ينفع يخش الاوضه؟ ينفع شخص لو كان بيتولى رعايته يخش الاوضه، الشخص ده لازم يكون سليم، شخص ما عندوش امراض مزمنه، مش كبير في السن، طبعا لو في حوامل في البيت مستحسن ما يكونوش موجودين، مستحسن ما يبقاش فيه اطفال. طب هيدخل له علشان مثلا يساعده في حاجه مش قادر يعملها، دي تبقى في الضروره القصوى، ويخش لابس كمامه طبيه مش كمامه قماش، ولابس الجلوفز وهو داخل، لابس اوديل اوقات قليله قوي اللي بننصح الناس ان تلبس جوانتي. تدخل هتساعده في حاجه وانت خارج بتقلع الجوانتي بالطريقه الصح، تحطه في المكان اللي انت بترمي فيه. طبعا التخلص من المخلفات بتاعت الاوضه دي لازم يبقى في مكان لوحده، شنطه لوحدها كده دي اللي برمي فيها المخلفات، وبتخلص من الكمامه. البيشنت برضو المريض اللي قاعد عازل نفسه هيبقى لابس كمامه، هي لازم يغيرها كل 6 ساعات. الكمامات اللي انت لابسها والكمامات اللي لابسها المريض اللي معايا في الاوضه بتتحط في كلور، مش انا رميت الحاجات كلها في كيس، كيس ده محتاج احطه في كلور، اسيبه في كلور فتره، بعد كده بيتم التخلص منها بطرق امنه. بعض البلاد عندهم عربيات بتلف تاخد الحاجات دي بالذات، بيتم التخلص منها حرقها في اماكن بعيده. بعض البلاد مفيش حاجه زي كده، فانا هعمل ايه؟ انا هربطها في كيس كويس جدا، بلاش تحرقوا حاجه في البيت، مش عايزين يحصل مشاكل، حطوها في الكيس كويس، حط عليها علامه اكس بالقلم الاحمر وتترمي في الزباله. طيب الشخص عايز يغسل هدومه، هدومه بتتغسل يستحسن يوميا بدورة غسيل ميه سخنه وفيها كلور. الاوضه محتاجه تتهوى وترجع تاني تتقفل، الشيتس محتاجه تتنضف، يستحسن وهو قادر ان هو يعمل كل الحاجات دي بنفسه كان بيه. لو لا ممكن فرصه وهو موجود في الحمام ان حد اللي بيخش لابس كل حاجه بقى الجلافز ولابس الماسك ويخش يغير كل حاجه في الاوضه وينضفها، وبعد كده يخش يتخلص من كل حاجه، يغسل كويس جدا، يستحسن ياخد دش بعد كده يبتدي يتولى. طب هياكل ويشرب في ايه؟ ياكل ويشرب في حاجات ديسبوزابل اللي هي حاجات اللي بتستخدم مره واحده، سواء الاكل او الشرب. ياكل اكل صحي، اكل هيلثي، بياكل حاجات فيها فيتامين سي كويسه، بياكل برتقال، بياكل كيوي لو كان في كيوي، بياكل تفاح، الفاكهه والخضار نقطع منها قد ما نقدر، السوائل السخنه، الشوربه وهكذا. ياخد ادويه ايه؟ احنا ما بنقولش ادويه طبعا اونلاين، المفروض الدكتور او الخط السكن هو اللي يقوله له، بس محتاج ياخد خافض للحراره لو في حراره، غالبا بيبقى باراسيتامول اللي هو الاسم الدارج بتاعه اللي هو البنادول، 1000 جرام 1000 ملي جرام ومرتين في اليوم او عند الضروره. محتاج ان ياخد حاجه للكحه لو كان عنده كحه، ولو الحالات تفاقمت بقى، لو حاسس ان هو مش قادر ياخد نفسه، حاسس ان هو عنده مشكله في الحركه زياده عن اللزوم، محتاج ساعتها اكلم 105 واقول لهم انا محتاج اتنقل لمستشفى عزل. لغايه ما يلاقوا له مستشفى عزل محتاج ان هو يعمل كمادات، ياخد باله كويس جدا من التهويه بتاعه الاوضه، يحاول حد سليم يبقى معاه بيتابعه كل فتره، لو ابتدى يبقى مش واعي بالناس اللي حواليه ابتدى الحالات تتفاقم، يستحسن يتكلم المستشفى حتى لو 105 ما لقوش مكان سريع، يكلم المستشفى اللي كان بيتابع معاها ويحاول يلاقي معاهم مكان. ان شاء الله يعني نتمنى السلامه للجميع وما نتحطش في الموقف ده،
وباذن الله خير، وكل سنه وانتم طيبين.